هنا في مرتفعات مدينة طبرق الليبية أنشأت جمعية ألمانية تعنى بالمحاربين القدامى منتصف الخمسينيات مقبرة لقتلى جيش ألمانيا النازي. عز الدين بريدان يشرف على المقبرة منذ سنوات وينظفها يومياً ويحرسها. بسبب الأوضاع في ليبيا لم تعد عائلة الجنود المدفونين تتواصل معه، كما أن المقبرة لم تعد تتلقى أي تبرعات من المنظمات الألمانية. تواصل من 2011 وجاي، طبعا تغير ظروف البلاد ما يخفش عليه حد، يعني كأمور أمنية وكذا، فكان الجيات معدودة. الفترة الأخيرة بدا فيه تواصل، جاء السفير الألماني، يعني آخر مرة جاني السفير الألماني أعطيته حتى مقترح كتصميم سياج وحدائق في جانب المقبرة، تغيير المنظر الخارجي. لكن كتواصل بصفة رسمية ما عنديش منهم حتى أرقام تليفونات، المفروض أنه يكون التواصل أفضل من هيك. يعني صممت المقبرة على شكل قلعة حصينة، وفي وسطها قبر جماعي لرفاة وأشلاء أكثر من 6000 جندي نازي قتلوا في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية. يحيط بها ممرات واسعة، وتنتصب في محيطها ألواح صخرية جدارية نقشت عليها تماثيل ورسومات، كما حفرت عليها أسماء الجنود المدفونين تخليداً لذكراهم. المقبرة الألمانية في مدينة طبرق هي جزء تاريخي لمدينة طبرق. القلعة بحاجة إلى ترميم أو مواد خاصة، يعني حالياً غير موجودة في ليبيا. يعني هالمواد اللي يعني شاهد أن في تآكل في الحجارة، نوعية الحجارة الموجودة في القلعة، فنتمنى أن يكون تحضير المواد اللي هي لازمة للترميم، معالجة التآكلات، وحتى لا يحدث سقوط أو انهيار للقلعة. يوجد في مدينة طبرق وضواحيها الكثير من الآثار ومخلفات الحرب العالمية الثانية التي لم تكتشف بعد. ففي طبرق دارت حرب ضروس بين ألمانيا وبريطانيا. المدينة تعرضت وقتها إلى 1000 غارة وظلت محاصرة من القوات الألمانية النازية لمدة 8 أشهر. شارك في تلك الحرب في مدينة طبرق لوحدها أكثر من 20,000 جندي من جميع الجنسيات، ودفن الكثير منهم هنا. توجد في جميع أنحاء ليبيا أكثر من 10 مقابر لقتلى الحرب العالمية الثانية. نتمنى أن تستغل هالمقابر، يعني عندنا 4 مقابر في مدينة طبرق، المقبرة الألمانية والمقبرة الفرنسية ومقبرة الكومنولث والمقبرة الإنجليزية. يعني نتمنى يكون في استغلال، يعني هالمقابر هالمواقع اللي هي تنفرد بين مدينة طبرق وتنفرد بين دولتنا الحبيبة، نتمنى يكون في تعاون وفيه استثمار لهذه المواقع اللي كان يعني من فترة كان فيها وفود وزوار يجوا باستمرار. يعني لكن في الوضع اللي سير تو في البلاد، حتى يعني هناك يعني مثلا ان الناس متخوفة من زيارة المقابر. عز الدين سيستمر في المحافظة على هذه المقبرة بإمكانياته البسيطة لأهميتها التاريخية والسياحية، إلى أن يعود إليها الزوار من جميع أنحاء العالم كما كان من قبل.